أترك الحوار الرائع المتميز مع رئيس صالون ابن القلال وسيناء المستشار صالح شرف الدين، الناقد الأدبي الكبير والأديب الكبير. فمع حضرتك اللقاء، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في ليلة من ليالي الإبداع، والشكر موصول لفريق العمل الرائع في منتدى المفكر العربي، الأستاذ الصحفي والإعلامي حسام أبو العلا، والأستاذ الصحفي والإعلامي أشرف رمضان، والدكتورة سهام الزعيري. نشكرهم على هذه الليلة الجميلة الرائعة في حضرة الإبداع وفي حضرة النوبة وتحت عنوان الشعر التلقائي في مصر والأعمال الكاملة للشاعر والإنسان والأديب والرائع أمال كرباش. والحقيقة إنه أمال كرباش أعرفه من فترة طويلة وقرأت له من فترة طويلة وقدمت له بعض الأعمال من فترة طويلة، وأنا مقتنع تماما بأن الشعر النوبي الرائع عندما يترجم إلى العربية يكون أقوى من الشعر الإنجليزي، لأنه إذا قرأنا فقرات من الشعر الفرنسي أو فقرات من الشعر الإنجليزي سنجد كمال كرباش يتفوق عليهم في روعة الشعر، حيث يتميز بقوة الشاعرية والشاعرية تنبع من الفكرة والإحساس والخيال والموسيقى، فكرة وإحساس وخيال وموسيقى، هذه هي الشاعرية. الشاعرية دي قد تكون في رواية، قد تكون في رسالة، قد تكون في قصة، وهي موجودة في هذه النصوص الرائعة. عندما يحاسب البعض كمال كرباش على أنه يجب عليه أن يكتب في بحور الخليل، هذا ما ليس واجبا، لأن بحور الخليل هي جزء من الموسيقى وليست كل الموسيقى، فهناك عشرات إن لم أقل مئات من الأوزان الشعرية غير الأوزان التي تخص الخليل، سواء في الشعر العام أو الشعر النمطي، والموسيقى الداخلية التي تنبع من اكتساب كل عناصر التجربة هي أحيانا تغني كثيرا عن الموسيقى الخارجية. لذلك أقول أن كمال كرباش شاعر من الشعراء المميزين الذي يفكر بالنوم، وطبعا يعني لا غبار على ذلك، وعندما يريد أن يكتب يكتب باللغة العربية، وهذه النقلة أي قصيدة عمودية فيها وحدة وزن ووحدة قافية عندما تترجم تفقد شيئين، تفقد الوزن وتفقد القافية، لن يستطيع المترجم أن يأتي بالقوافي التي أرادها الشاعر، ولن يستطيع أن يحتفظ بالوزن الذي جاء بالشعر، لكن يحتفظ بالفكرة ويحتفظ بالإحساس. يتميز شعر كمال كرباش بأنه مع الفكرة، الفكرة الإنسانية الجميلة، مع هذه الفكرة يوجد شيء من الموسيقى نتيجة أنه يحاول أن يأتي ببعض القوافي الداخلية، وشيء من الخيال بحيث أحيانا يتحدث بشيء من الخيال، لكن من الظلم الشديد للشعر المترجم
أن ننزل عليه وحدة الوزن ووحدة القافية كما نتعامل مع الشعر العامي أو شعر العامية المصرية أو الشعر النبطي. لا يلتزم الشعر النبطي أو شعر العامية المصرية أوزان الخليل، لم يخلط عليها كثيرا، لا ترتبط الأغاني بوحدة الوزن أو وحدة القافية، لا ترتبط المرشحات بوحدة الوزن ووحدة القافية. يعني الخروج على وحدة الوزن والقافية ليس فيه مشكلة كبيرة. وأنا لي تجربة مع بعض النقاد، كنت أعرض عليهم بعض نصوص لبعض الشعراء وأقول لهم ما رأيكم في هذه النصوص، يقول لها هذه النصوص خارج إطار الشعر، هذا نثر، هذا كذا، هذا كذا. فأقول لهم طب إيه رأيكم في هذه هذا النص الجميل لأحسن شاعر فرنسي أو لأحسن شاعر إنجليزي؟ فيقولوا لا هذا شعر مترجم. طب يا جماعة طب حسبوا الناس دي بنفس حساب الشعر المترجم لأنهم مبدعين فعلا، لأنهم فعلا لماذا يعني تستملحون وتعتبرون أن الشعر الإنجليزي حاجة شيء رائع والشعر الفرنسي شيء رائع وشعر التربادور والشعر الإسباني شيء رائع، وبعدين تعتبروا شعر كمال كرماش خارج الموضوع هو شعر غير هذا غير موصف. فالإنصاف أننا عندما نحاسب هذه النصوص نحاسبها من واقع الشعرية الفكر والإحساس والموسيقى والخيال. والحقيقة أن القصائد الرائعة الموجودة في هذه المجموعات سواء المجموعة الأولى أو المجموعة الثانية تدل أننا أمام شاعر حقيقي يكتب ما يحس به وما يحس به له معنى. وأنا أقول أنه كان منحازا في نصوصه كلها إلى وطنه الأول نوبة ووطنه الثاني مصر. وإذا كانت النوبة تعتبر الوطن الأول ومصر الوطن الثاني فيتماهى الفواصل بين هذه الأوطان. يعني مصر والنوبة كوطن واحد نعيش فيه، هناك 25 محافظة. الوطن الأول أنا ابن سيناء وأنا ابن القناة وأنا موجود في القاهرة، لكن أحن للسويس التي ولدت فيها، أحن للإسماعيلية التي تربيت فيها وعشت أطول حياة فيها، أحن للقاهرة التي تأخرنا جميعا والتي نعيش فيها بصعوبة، وهو كل ذلك هو مصر. وهذه هي العبقرية. وأنا عندما أرى كمال كرماش أو أسمع عن كمال كرماش أو أسمع عن النوبة أتذكر أحمس هذا العبقري الرائع الذي طرد الهكسوس بعد أن احتلونا 200 سنة وعاد لمصر وحدتها وعاد لمصر قوتها. أنا عندما أسمع عن مينا موحد القطرين أفخر به كمصري قوي. والحقيقة أن المصريين هم جنس سامي، ليسوا جنسا آريا جاء من أوروبا ولا جنسا حاميا جاء من أفريقيا، لكنها هجرات عربية قوية. فعروبة مصر لا جدال فيها، لذلك نقول أننا كلنا نحن للوطن الأول الذي عشنا فيه كما فعل كمال كرماش، وكما سيختار لنا الآن قصيدة من قصائده التي يحبها ويبدأ بها هذا اللقاء. حليوا معي.